الان اكو عمليات تصير. يعني انت تعرف هذا معسكر الهول، يعني اكاديميه عسكريه لتدريب داعش، قنبله موقوته. يعني تعرف اكو حركات للسيد مستشار الامن القومي سيد قاسم العرجي، تحركات كبيره للسفراء وللدول ومخاطبه الدول، تعالوا يا ابو خذ مواطنيكم، استراليا تعال خذ مواطنيكم، انت ابو اوكرانيا، انت ابو جورجيا، انت ابو السويد، تعالوا خذوا مواطنيكم، اخذوهم ما بيتهم. اولا هذول قاعد يدربون، وصارت مدارس. احنا كل هاي العمليات لازم يصير انه احنا نعرف شلون دول نخرجهم، اذا هي المساله قوميه واحتضانهم من قبل الحزب الديمقراطي ومن الحزب الاخر، يعني هاي مساله اخرى، مساله سياسيه. اما احنا شلون نخرج يخرج الحزب العمال الكردستاني او المعارضه الكرديه الى 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 ايران. المعارضه سوى عمليات الان ويقول لك تدرب الموساد في اربيل وفي سليمانيه وفي مناطق اخرى. طيب زين احنا شلون احنا دا محافظين على امننا وما مخلين التدخل؟ طبعا تضربنا تركيا، تجوز تركيا اليوم تقصف البليه، تقصف او اليوم هم ايران تقصف، تجدد القصف لانه طيب. عمليات تصير باراضيهم. طيب يقول لك احنا شعب تضرب حالنا، اكو سياسه اي اكو، واكو دبلوماسيه، بدي اقول لك استراتيجيه عندهم، نتفاهم مع جاره ايران وجاره تركيا نعم. على وضع حد وخطه وخريطه لمكافحه هؤلاء. يقول لك اخي طلعهم اما باسكاتهم او بارضائهم ام بطردهم. هذا خلينهم مثل بسمار جحا، هذول ما يطلعون، ما تقدر القوة الحكومة العراقية تطلعهم، يا حكومة الاتحاد ما تقدر تطلعهم. تدري يقول لك ليش ما تقدر؟ يرتبطون، لأن سلطة الإقليم لا تسمح لجهاز مكافحة الإرهاب مثلا بالدخول كأراضي عراقية وتحريرها كما فعل في الموصل والأنبار وصلاح الدين. أستاذ ياس، أكو اتفاقيات بين الأكراد بين دول البككة، ما يصير يعني هذول يعني أحزاب صارت قومية، أكو اتفاقيات قومية.